طيب انا عايزه افهم حاجه من حضراتكم، يعني حضرتك يا دكتور كنت قلت لي دكتور وليد انه لكل طفره علاج، يعني هي ممكن علاج المنبع والاسباب لكل انواع السرطان، ولكن لكل طفره عفوا نوع سرطان، هل انا فهمت صح؟ مظبوط، وده اللي تملي احنا اخر 5 سنين بنتكلم عليه وبنقولها للمرضى وبنقولها للاعلام. في حاجه اسمها العلاج التفصيلي. احنا دلوقتي مشينا من مرحله العلاج على المشاع كده، يعني مش كل الناس، مثلا واحده جايه لي عندها ورم في الثدي، 2 جايين مع بعض، مش هتلاقي واحده بتخف وواحده ما بتخفش. الاستجابه مش ليه بقى؟ مش واحده. لما رجعنا وبصينا على الجينات بتاعتهم لقينا ان في طفرات هنا غير هنا، في مرض واحد، في مرض واحد نفس المرض لقيت الطفره هنا غير هنا، فبالتالي العلاج اللي هما اتنين اخدوا نفس العلاج بس ما استجابوش. ليه؟ لان الطفره اللي هنا استجابت للعلاج. احنا دلوقتي في العلاج التفصيلي. العلاج التفصيلي انا ببص على الجينات، ودي بقى المستقبل اللي انا فعلا مع البحث العلمي انا بأيد الموضوع ده، ان البحث العلمي لازم او التعليم في مصر، التعليم العالي هم صراحه عاملين شغل كويس، بس كمان الهيئات الخيريه لازم تصرف على البحث العلمي عشان نقدر نحلل على مستوى جيني للناس عشان نقدر نعالجهم ونوفر على فكره انا لما اعالج لكل واحد طفرته انا كده بوفر في العلاج وبادي الى احسن النتائج، لان انا طب مش معقوله. هل يا دكتور بس سؤال اخير، هل ممكن علاج هذه الطفرات في المستقبل وكل اللي بيتم اكتشافه الحمد لله يا رب تكمل، انه نستغنى عن الكيماوي والتدخل التدخلات الجراحيه والاشعاع؟ يعني بصي احنا انا ما اعتقدش هنستغنى عنهم في المستقبل القريب، لكن هنقلل استخدامهم بصوره كبيره جدا مع العلاج التفصيلي.